يسقط يسقط أكشاد يسقط يسقط أكشاد. مطعم أكشاد جندالي اليوم بده يتسكر، نحن جايين من شانك. مرتي يا أستاذ المدام قدان أكشاد جندال. بس بتعرفي ستي، أنا ما ربحت بشطارتي لحالة، ربحت بمساعدة أكشاد ابني. حتى بعد ما صاروا المفاتيح معك، هالمرة كمان قدان قدرت تتغلب عليك. أكيد أنتوا عم بتقولوا إني ضعيفة، مو هيك؟ وكمان أنتوا بعد اليوم ما عاد تحترموني، صح؟ وعم تفكروا هلأ إنه قدان هزمتني، مزبوط؟ أنا بعترف يا بنات، قدان قدرت تخسرني وقدام الكل، لأنه غلطت، بس رضيت إني أكون بهاللعبة. لا أدورقة، أنتي ما غلطتي، أنا ولاكشمي اللي غلطنا، وكله من ورا حماتنا المزعجة، غلطنا بالحكي اللي قلنا لك إياه. وأنتي ما لازم تقبلي الخسارة، إذا أنتي استسلمتي نحن شو منعمل؟ شو؟ شفتي يا شو عملت؟ لما لقيت الأساور على شوي رح تتهمني بالسرقة. ودورقة إذا استسلمتي لهي البنت مين بيحمينا؟ دورقة إذا بتريدي اعملي أي شيء، قدان من لما إجت على هالبيت سودت عيشتنا، ومشان هيك إذا بتريدي رميها برا البيت، لأنه أنا مو قدرانة أتحملها. نمت؟ ليش هيك؟ أنا بدي حاكيك بموضوع كتير ضروري. يلا في قوم، بدي أحكي معك. خير؟ لو سمحت اسمعني، عن جد أنا كتير متوترة. أنا بتذكر وبدون أي شك، حتى متذكرة كتير منيح، يعني متأكدة كتير إني لما شلحت أساوري حطيتهم على الفرشة، وبعدين بعرف قال إنه لقى الأساور بالمطبخ، ولهون مو مشكلة، بس المشكلة إنه ما خبر حدا. ما عجب تحكي بالموضوع غير هلأ؟ شو أعمل؟ والموضوع يلي محيرني إنه ليش يحطهم بالمخدة، غير إنه قديش رح يخليهم فيها؟ ما فهمت هالشي، لأنه نحنا كنا عم نلعب بهاي المخدة، وإمتى قدر يحط